أيها الحاضرون والحاضرات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الزحام وبعد. أيها السادة الكرام، ضيوف مؤتمرنا الدور الثاني للسيرة النبوية العطرة، يسرني باسم اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر أن أرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الليلة الطيبة والمباركة، فأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. تتشرف جامعتنا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالك بحضوركم وقدومكم من أقصى بقاع الأرض، حيث تبعد بلادنا إندونيسيا عن العالم العربي والإسلامي المسافات الطويلة والبعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Dear Excellency, the Ambassador of Saudi Jakarta, and all the staff, distinguished guests, Dr. Abdullah bin Osman Al-Rusi, ladies and gentlemen, Alhamdulillah, on behalf of the University, I would like to express my deep thanks and appreciation to all who have been doing to make this program possible this evening. Membuat program ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang kita lakukan hari ini sangat relevan dengan perjalanan universitas. So, what we are doing now is in line with the long process of roadmap of the university. Tadi pagi, baru saja di tempat ini, Menteri Keuangan Indonesia hadir. The Minister of Finance of Republic Indonesia was here, standing here this morning. Meneguhkan komitmen untuk membangun ekonomi Islam, ekonomi syariah melalui UIN Maulana Malik Ibrahim. So, hadir jamiah, jamiah kabirot. Hadir jamiah, jamiah mutamarot. I would like to have this university bringing ahead its mission, vision and mission to be a very well-known, well academically established university. Tanggal 23 November yang akan datang akan hadir para tokoh-tokoh dunia yang sudah memastikan hadir. Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia, hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعدنا أن نلتقي في دوحة العلم والفكر تحت مظلة
أول أذان السيرة النبوية، والذي تنظمه مشكورة جامعة مولانا الملك إبراهيم الإسلامية بمدينة بلد في أندونيسيا، والذي يتناول هذا العام موضوعا غاية الأهمية يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجهم في التعامل مع الآخر. وقضية المنهج في هذه الظروف التي تعيشها أمتها في البحث عن هويتها الرائعة، باعتقادي أنه موضوع مهم واختيار موفق. ومما زاده جمالا وتألقا هو مشاركة نخبة من الباحثين من مختلف الدول العربية، وأعتقد أن هذا سيشكل إثراء جيدا للبحث، ونتمنى أن ترجم توصياته إلى واقع عملي نستفيد منه كافة القطاعات. وباسم وقف السيرة النبوية بالرياض ونيابة عن رئيس مجلس إدارة الوقف زميلي الأستاذ الدكتور صالح الدويحي الذي سيشارك في مؤتمر آخر في نفس الفترة أو في نفس الفترة أقصد، وكلفني بإلقاء كلمة الوقف، فأنا في هذا المساء أرتدي قبعة تمثيل لجامعة الملك سعود وقبعة أخرى للوقف الإسلامي، فأعتقد أن هذا هو الجدير بأن ينوه بجهوده وبتمويله. هذا الوقف يمول هذا المؤتمر للمرة الثانية كما مول مؤتمرات أخرى غيره في مناطق مختلفة. هذا الوقف الذي أنشئ يسهم في خدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بمنطلقات شرعية وتربوية وأخلاقية، ومن شعوره بالمسؤولية ولا غرو. فالمملكة العربية السعودية هي بلاد الحرمين الشريفين ومهبط رسالة الوحي على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن هذا الوقف يسعى لنشر قيم وبيان معالم السيرة النبوية، ولكي يعنى بما خالطها من إساءة وتشويه منطلقة من رؤية واضحة تسعى للتمييز والريادة في خدمة السيرة. تسعى إليها ليس برؤية عاطفية، ولكن بمنهجية علمية دقيقة بما يحقق رسالة الوقف وبما يعمق محبة نبينا عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في نفوس المسلمين والدفاع عن محاولات تشويه سنته عليه الصلاة والسلام. إن هذه مسؤولية تنطلق من شعور أن دولتنا المملكة العربية السعودية هي محضر الإسلام وهي منبع النور، فلا غرو أن تنطلق هذه الجهود من ذلك المحضر. أيها السادة، لا أريد أن أطيل، إن الوقف الإسلامي يسعد بتواصلكم ويسعد بدعم نبوذكم ويسعد بأن يدعم أي مؤتمر يخص السيرة النبوية في أي مكان كان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي مدير الجامعة وللإخوة المنظمين على هذه الجهود الطيبة المباركة، كما يسعدني أن أعبر عن خالص اعتزازي وتقديري لحضور معالي سيد خادم الحرمين الشريفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني جميعا، أخص بالذكر معالي مدير جامعة مولانا مالك إبراهيم الدكتور ريهاردو، وكذلك أعضاء هيئة التدريس نوابه والوكلاء وعميلة هذه الكلية، وأيضا الطلبة، وأيضا من أتى معي من السفارة، نائب المحققين الشيخ سعد الماسي، والمسؤول عن الشؤون الإعلامية الأخ أحمد الحمدي، والمسؤول عن الشؤون الإسلامية والأخ محمد بن عبد الله الدوسري، وأيضا الإخوة جميعا الذين أتوا من المملكة العربية السعودية، وأخص بالذكر الدكتور عبد الله بن علي الخراشي، والأخوة الكرام الآخرين من المملكة والسودان وليبيا وغيرها. أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم هو جميل أن نكون بينكم في هذه الأمسية، مع أني كنت متعباً بعض الشيء ولكن تحملت حتى أكون معكم مثل ما قال الدكتور عبد الله، أيضاً محبة لرسول الله لأن هذه المناسبة عزيزة على نفوسنا جميعاً، وأيضاً كذلك هذه الجامعة عزيزة على نفسي، فلا أحصي عدد المرات التي زرتها، وكان منها أيضاً بخصوص أو بمناسبة معرض السيرة النبوية من حوالي سنة ونصف هنا في هذه الجامعة وغيرها من المؤتمرات، وأيضاً أخص المؤتمرات التي كانت دائماً تشدني هي مؤتمرات وندوات اللغة العربية، حتى أنهم قبلوني أو خدعوني مرة التي فاتت من حوالي شهر خدعوني لافتتاح ندوة اللغة العربية، وإذا بي أنا أول المتحدثين في الجلسة الأولى، وسألني المقدم ما هي محاضرتك وأنا ما عدت هذه المرة، والحمد لله لأني أعشق اللغة العربية ما كان هناك كلفة أو صعوبة لله الحمد، ولكن هذه المرة أترك موضوع السيرة النبوية للمتخصصين، لذلك حذرت وأنذرت الدكتور أفناني محمد الدين أفناني حينما استقبلني جزاه الله خيرا في مطار سورابايا وأتى معنا وتجشم العناء لاستقبالنا، قلت له أنا لست على استعداد هذه الليلة أن أكون بين هؤلاء الأساتذة والجهاذبه الذين أتوا بكل حدب وصب لهذه الغاية، لن أستطيع أن أضيف شيئا على ما سيقوله في هذا المحفل الكبير، فشكرا لكم أيها الجامعة على هذا الحق المبرمج المرتب، وهذا ديدنكم ولله الحمد، وأبارك لكم وأهنيكم دكتور رهافي على المشروع الجديد لتوسعة الجامعة، والذي فهمت هو أن الأرض الجديدة هي 100 هكتار أي ما يعادل مليون متر مربع، وهذا قرية أو مدينة، والحمد لله وستكون المباني بشكل بسم الله الرحمن الرحيم كما رأيتوه مجسم في قاعة الدخول، وأيضا يسرني في هذه المناسبة أن أعلن عن إنشاء مركز السيرة النبوية في هذا من ضمن هذا المشروع الجديد، وعلى نفقة الشيخ عبد الله الراشد الحميد حيث تبرع جزاه الله خيرا بمبلغ 550,000 ريال لإنشاء المركز، وهو تقريبا ما يعادل مليارين روبية إندونيسية، وكذلك أن يضاف إلى المركز مكتبة بكل ما يلزمها من الكتب خاصة في السيرة النبوية الشريفة بمبلغ 150,000 ريال، يعني تقريبا نصف مليار آخر. ولله الحمد كما رأيت وترى أن الشعبين في المملكة المسلمة وإندونيسيا دائما علاقتهم وثيقة، يجمعهم الدين الإسلامي، تجمعهم المحبة. وعلى من أمام السلف الصالح بنية صالحة ولقوضوا لحوائجنا في سهولة أمورنا أمور الدنيا وأخرى ولسهول تعلمنا في هذه الجامعة ولنيل مقاصدنا ولنجاح هذا البرنامج، وإلى خطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعديه، يا صادق المواهب السميه، صل على سيدنا محمد خير الورى وسجية، واغفر لنا يا رب في هذه العشية، اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار ودرياج الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأنوار وأصحاب الأحيان أدد نعم الله.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة العظمى وسبع المثاني أن تفتح كل خير. Setelah ada
adalah diskusi, nanti ada tiga pertanyaan dan وهذا انعكس ايجابيا على تعاملهم. فمن المواقف التي حفظتها قصائد الموقف عبد الله مروحه، هذا الموقف اللطيف. عبد الله مروحه هو الذي يخلص ثم يهود خيبر بعد الصلح الذي حصل بين المسلمين ويهود خيبر. فكان عبد الله مروحه اذا جاء الى خيبر فاوضه اليهود على محصوله، يقول وهو يطوف في النخل طبعا، نظر اليه يقول والله، يقول اليهود يخاطبه، ما اعلم في خلق الله احدا اعظم خليه عند الله واعداء لرسوله منكم. هو الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هم الذين قالوا ان الله مقلولا، لكن رغم كرهه لهم يقول والله ما يحملني ذلك على ان اضربه وعلى ان اخذ منكم ذره وانا اعلمها. ثم كان يخلص الخرص ثم يقول هذا لكم وهذا للمسلمين، أو اختاروا أن فقالوا بهذا الأمر السماوات والأرض. يعني أعتقد أنه موقف غاية والعدل والإنصاف. خالد بن الوليد كتب لي هذه الكلمة وجعلت له أيما شد ضعيف. الصورة الذهنية عن خالد بن الوليد أنه يعني قائم ومبرز وشديد وباطش وإلى آخره في الحق. قال وجعلت له أيما شد ضعف عن العمل أو أصابته آلة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل بيته يتصدقون به، فرحت جزيته وعيا من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بداره من أقوى دار الإسلام. وأبدو تسامحا مع أهل عانات وأهل النقد والكبائر والإساءة، فلم يهدم له بيعة ولا كنيسة، وسمح لهم أن يضربوا نواقيسه في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلوات، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيده استثناءات كانوا يعطونها لسكان المناطق المفتوحة. وهنالك أيضا شواهد كثيرة من هذا النوع سأتجاوزها. سائر الصحابة في تعاملهم مع الآخر الحقيقة يعني تجد صنفين من هذا التعامل. هنالك تعامل ثاني، تعامل جيد، وهنالك تعامل فيه بعض التجاوزات من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وكانوا يعاتبون في دينها بل وتوقع عليهم العقاب، يوقع عليهم العقاب في دينه. وهنا وهذه يعني مدخل الى الحديث، انه اذا تكلمنا عن الصحابه رضي الله تعالى عليهم فمن في نظر من الخطا ان تكون الصوره الذهنيه صوره مثاليه ملائكيه خاليه من الاسباب. هنالك تجاوزات وهنالك اخطاء وهنالك معالجات لهذه الاخطاء، وهذا اعتقد انه هو الموقف الطبيعي. بالصوره التعامل قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وغلام يسلخ شاه، فقال يا غلام اذا فرغت فابدا بجارك اليهودي، يعني تعطيه جزءا من اللحم. فقال رجل اليهودي اصلحك الله، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا انه سيولد. فمفهوم الجار انه لا يحس الجار المسلم ولكن يحس المسلم الطيب. وصحب عبد الله بن مسعود، يا اخوان تاملوا الصورة العملية، عبد الله بن مسعود يسافر ويصحبه ناس من أهل الكتاب. فتخيلوا يعني هذا التعامل شفناه طريق السفر ولو قال، ثم لما حالك على الفراق قال أين تذهبون؟ قال وهنا إلى مكان آخر، قال فأتبعه فسلم عليه. تعايش يعني لابد أن يكون ذلك حديث، لابد أن يكون ذلك ود، يكون ذلك نوع من التعامل. ورغم كل ما بدا من اليهود في المدينه من غدر ومضايقه للمسلمين الا ان ذلك لم يمنعهم ان تكون عائشه رضي الله تعالى عنها باستقبال فتاه يهوديه كانت تزورهم بأريحية عاليه، ولم يكن الكفر حائلا دون البر. يعكس ذلك موقف اسماء بنت ابي بكر من امها، وكانت مشركه انذاك ان تبرها وتصلها حينما قدمت عليها المدينه. ومواقف كثيره من هذا النوع. من الصورة الأخرى التعامل السلبي، طبعا هنا التعامل مع المجوس وهنالك التعامل مع النصارى وغير آخر، هنالك أيضا الصورة أو الصورة البسيطة في التعامل السلبي لكن نريد أن نفهمها في إطار التعامل السلبي. لم يقع بين الصحابة والآخر بل وقع بين الصحابة أنفسهم.
وقعت خصومة بين أبي ذر رضي الله تعالى عنه وبلال، فغضب أبو ذر وقال لبلال يا ابن السوداء، فشكاه بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.